دفش. انت ما تدفش انا ما بدفش. انت عم بتدفش. لا لا ما بدفش. انا بقول لك ما تتحداني يا ابو نزار. انا ما تحديتك. انت تحديتني. انت اللي تحديتني. انا ما راح احكي معك هلا. لاقيني بالملعب ما بالمكاتب. طيب مرحبا خضر. اهلين اهلين ابو رياض، كيف صحتك؟ كيفك يا بابا؟ حبيبي ماشي. مرحبا. اهلين عمي ابو نزار. اهلين. وجعتك شيء؟ لا لا ما تشدني. لا خضر شو عشبك انه انت القوي وما بعرف شو تعمل شمشو؟ هلا انا بفرجي. خضر يا بابا فضل. كيف صحتك؟ ماشي الحال الحمد لله. كيف الصحة والقوة معك؟ تمام تسلم عليك. الحمد لله. خضر يا ابني. نعم. بدنا في مجال، في بدنا نسوي بطولة رفع أثقال عندكم بالنادي، لأنه معروف النادي تاعكم عريق وكل شيء، في مجال نسوي البطولة تاعتنا عندكم؟ بين مين ومين البطولة بدكم تسووها؟ بدنا نسويها بين أهم بطلين موجودين بالبلد. منيحة منك هيدي، منيحة، أنا اعترفت إني بطل يعني. والله؟ مين ومين يعني؟ محسوبك وعمك ابو نزار. شو هالحكي هيدا؟ بس مفكرين بس صعب عليكم. ليش؟ عندكم كبار بالعمر او شيء؟ كبار ما يسركم شيء. كبار بالعمر؟ خضر؟ اسمك شيء؟ عم بتريدني؟ انا كبير بالعمر؟ العفو العفو. نحن كبار بس. نحن بالقيمة كبار. ايوه. ولكن أيوة. بالصحة، بعد الصحة والقوة تاعتنا مثل الحادي. على راسي يا ابو رياض، بس انت بتعرف هيدي اللعبة بدها معسكرات وتجهيزات ولحتى اللاعب يعني يصير بطل. معسكرة؟ لا 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 لا. شو بدنا نروح نحارب؟ لا 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 بس شغلات. انا ما بعرف الاط الكلاشن، ما بعرف الاط الـM16. شو معسكر هيدا؟ ايه شو معسكر؟ لا تدريب، تحضير، تكمش الرفعة، تتعلم كيف أساليب البطولة لتقدر تنافس. ايه فهمت عليك فهمت عليك. ولكن نعرفه ان احنا يا ابني شو اسمك؟ ما نحن تاريخ بهالامور قديمة هيدا. خضر يا ابني، بالنسبة للبطولة بدنا نسويها، في مجال نسويها اليوم عندكم بعد الظهر؟ بعد الظهر. طب مين عم بحضركم؟ مين المدرب معكم؟ مين يعني انا ساعدنا؟ ايه مين المدرب؟ مين المسؤول عنكم؟ يعني كل واحد بده يكون معه مدرب مسؤول. انا مدربه. انا اهم بطل في العالم واهم مدرب في العالم. استاذر لارنولد شوينزر ولا اوغلو. يا عيني عباس شاهين ابن ابو راغب. عم تحكي دي موا كتي ريغول. لا قل لي انك عم تمزح. ما تطلي ابو نزار هيدا المسلخ ابن ابو راغب هيدا. شو بيشكي عباس؟ لك هيدا ريشي ما بيعرف يحمر. هلا بشوف لك الم ما بيعرف يحمر. شو اسمك؟ ماشي. طب انت يا عمي ابو رياض مين بده يحضرك للبطوله لتنافس؟ انا؟ ايوه تركها مفاجاه. شوف يا زكي، شوف يا شامبيون، انت معك بطولة العرب وكل شيء، ومعك بطولة آسيا، ومعك بطولة لبنان أمسينة أخذتها، أنا بهنيك عليها. فاللي بدي أقول لك إيه، انت بدك تدربني مظبوط لحتى أربحه لعمك أبو نزار. إن شاء الله بنربح. ماشي؟ إيه. مين عم يمرنه لأبو نزار؟ مين عم بيمرنه؟ شاب اسمه عباس شاهين ابن أبو راغب من حاروف. مين هذا شاهين؟ شاهين هو المدرب تاعه. شو أخذ بطولات ليه؟ بطولات؟ اخد بطولة لبنان بالسبع حجارة، بطولة لبنان معه اياها بالشكة، ومعه بطولة لبنان بالجلل، وهلا امسين عم بحضر حاله كمان بده ياخد بطولة الرز بحليب. خلص هيك لك هامل. خلص طالما جيت لعندي وانا حمرناك خلص رح نربح العباس ونربح ابو نزار. ما تخزني ما تخزني زكي، جاي عن بطل انت. طبعا انت البطل. خلينا نروح ماشي على البيت يلا. شو بنسوي؟ يلا بلش فوت صدر عالي. صدر عالي؟ صدر عالي اليوم. صدر عالي؟ ايه. ما بنمرن صدرنا موضوع. ما فينا نعمل له عملية او شيء؟ لا بدك تتمرن. بدك غير شيء. طيب يلا تفضل انت. تفضل انت عم ابو رياض. تفضل انت يا زكي. ما انت بدك تتمرن. أنا؟ أنت بدك تلعب مع إيه بس أنا معي لمباجو، ما فيك أنت تتمرن وأنا أرجع شيلة. لا ما بيصير. يلا تفضل. ما بتزبط. طيب بعضهم؟ إيه تفضل. طيب أعطيني العصاية. إيه تفضل. أنا ما تحسبني هيك يعني بحمل عصاية هيك. لا أنا بشيلة. أنا بمشي لحالي وكل شيء. هلا كل هاي بدي شيلها؟ لا هي خفيفة بس تحط إيديك لحالها تطلع هي. والله على الأوتوماتيك؟ إيه. شو بسوي هلا؟ برمها عليها. سيك. ما عم تطلع زكي. يلا زال زكي. شو اسمك يا ماما؟ شو اسمك يا دانيال؟ فيك تشيلني خلص. قوم بس.
خلاص خلصنا من خلصنا طب تتمرنا خلاص يعني جايين صاروا خلينا نغير المكان هلا يلا تعال نشوف قديش سويت هي 150 هاي 140 كيلو 140 كيلو منيحة هو ما بيشيل 30 كيلو طبعا اصلا انا فيني احمل 1000 كيلو لانه اللي بيحمله العب الشهيد بيحمل طن اكيد وخا خلينا نعمل صدر يلا صدر شو قصتك مع الصدور روح 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 لحق لحق روح ريح لي حالك فكر لي حالك عمرك 20 سنة ها بلشنا عمي ابو نزار انت البطل وهيدي المعركة بدي اكسبها انا مع عمي ابو رياض انا بدي اغلبه ماشي ما تخاف منه لا ده بدك تساعدني حتى اغلبه بهالتحدي طبعا رح نغلبه بس انت ما تخاف منه قويلي قلبك هيك ورح تكون انت القبضاي وانت الفائز باذن الله عباس نعم يعني هلا ما في غيره غيرك وانت المدرب تاعي شو بيك مبربع هيك بدي اقول لك يعني كونفيدنشالي شو ها كونفيدنشالي شو يعني ها يعني بيني وبينك ايه تفضل انا اخي فاهم لا يا عمي ابو نزار لا شو هالحكي من شو خيفان؟ لا بقى له مفاجآت أبو رياض عنده مفاجآت ما بتنتظرها يعني فاجأة شو بدك فيه؟ أنا زلمي بعرفه مرباني هذا حطه على حكي ما أنج هذا عمي أبو نزار أنجا يفشخ فشخة هذا لمباجو على بروستات على كلاوة على 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 رواية عمره 90 وفايد بالمية ما عمره 90 أضيع على طبعك عمي أبو نزار أنت سمعت مثل ما أنا سمعت هلا؟ لا ما سمعت شيء؟ لا لا, لا. لكن يمكن أنا عم يتهيأ لي بده يكون عم يتهيألك ولا شيء حب ما نظهرك العم شو هالقصة ها حتى شبح هون موجود شيله شيله من راسك يا عباس شيله من راسك بدك تكسبه بس عباس نعم يعني عيب تستغيب العالم ما عم بستغيب حدا هذا مرباني ما بستغيبه يعني صحيح في تحدي أنا وياه بس هذا رفيق العمر طيب رفيق العمر ما أنا مثل بيي هو كمان عود فضل 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 ها معرم ايه لا ضيقة لك عود أي ضيقة لك شو بدك أنجا قادر تنقل إجرك ناقل كيف بدك تربح شو بدي عم نزار رحلي بهاي الإيد لهون أيوة أيوة يا بطل وهاي الإيد لهون ساعدني شو ساعدنا؟ بكره بالمعركة يعني بدي انزل ساعدك؟ بعدين شو بدي اعمل؟ عمي ابو نزار هو اثنيناتهم بدك تجيبهم هيك. وطا 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 تفضل. يا حبيبي يا حبيبي لحظة لحظة خلص خلص انطق انطق خلص ما توصلني لنص البير وتقطع الحبل خلص خلص بتعرف شو حاططك هون انا؟ ايه 3 كيلو الفارة بتجيبهم هيك 3 كيلو؟ كتلهم شري كتلهم اضرب اضرب يا بصل انعم واكرم بس نعم بتفوت وليه وليه على هالقصة فوت خلصنا فوت قبل ما تزرق عندي هون روح